التابع العابد الراكع الساجد العارف الحامد الأتقياء المخلصون التابع العابد الراكع الساجد العارف الحامد الأتقياء المخلصون. أريد جرة زيت، كم ثمنها؟ ثمنها 50 درهما. ماذا؟ 50 درهما؟ هذا كثير جدا. لا تشتريها إذن، زبائن مزعجون. تريد جرة واحدة وتتكلم كثيرا. أنت رجل عجيب. السلام عليكم. لن تفلت مني. ألا تملك عينين ترى بهما؟ لن أكررها ثانية. أين أهلك؟ أين أهلك لأشكوك لهم؟ اتركني أرجوك. بل سأؤدبك بنفسي. ماذا تصنع؟ إنه طفل صغير. تخيل لو أن رجلاً أضخم منك أمسك بك هكذا ليضربك، هل ستكون سعيداً؟ لم أكن غاضباً منه فقط. ولكنني منذ الصباح أريد شراء جرة من الزيت، وجميع التجار يبيعون الزيت بأسعار غالية جداً، ولهذا فقدت أعصابي عندما اصطدم بي. ألم تسمع قوله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين؟ صدق الله العظيم، طريقتك في الكلام مريحة جدا، على عكس الكثير من التجار الذين قابلتهم اليوم في سوق البصرة. ما هذا؟ أنت تبيع زيتاً؟ بكم جرة الزيت؟ ب10 دراهم. 10 دراهم؟ لو كنت أستطيع أن أبيعها بأرخص من ذلك لفعلت، ولكن لابد للتاجر من بعض الربح. أرخص من ذلك؟ يا لك من تاجر طيب ومخلص. سآخذ جرتين بدلاً من واحدة. السلام عليكم يا سيدي ابن سيرين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا عبد الرحمن؟ أرجو ألا تتأخر اليوم عن المسجد يا سيدي. لن يحدث بأمر الله. ومنذ متى تأخرت عن حلقة العلم يا عبد الرحمن؟ سأكون هناك بعد الصلاة مباشرة. لقد زاد عدد طلاب العلم في الحلقة، ولابد من تنظيم طريقة الجلوس. نظمها إذن كما ترى، وسأكون هناك مع الأذان إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا يا سيدي، جزاك الله خيرا وأكثر من أمثالك. إذا سمحت، هل يحضر هذا التاجر حلقات العلم معكم في مسجد البصرة؟ إنه لا يحضر حلقات العلم، بل يدرس بها. يدرس؟ ها
هذا التاجر شيخ في مسجد البصرة. هذا هو العالم الجليل محمد بن سيرين. منذ أن رأيته وأنا أشعر أنه ليس تاجرا عاديا. بارك الله له في تجارته ونفعنا بعلمه وحكمته. ولد محمد بن سيرين في العام 33 من الهجرة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي مسجدها النبوي المبارك عرف طريقه إلى العلم، فجالس علماء الصحابة والتابعين وأخذ عنهم من علوم الدين ما أخذ، حتى انتقل مع أسرته إلى مدينة البصرة بالعراق، وهناك أصبح من علماء البصرة وفقهائها. بإذنك سيدي، لماذا يوجد هؤلاء الأشخاص بالمسجد؟ إنهم يستمعون للعالم محمد بن سيرين. حلقة علم؟ نعم. شكرا لك. أين ذهب هذا الشقي؟ لا تخف، لن يفلت منا هذه المرة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشرا إلى 700 ضعف، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب، فإن عملها كتبت. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. والآن أين الرجل الذي كان يريد تفسير حلمه؟ أنا يا سيدي. قل لعله خير إن شاء الله. هل يفسر ابن سيرين الأحلام كذلك؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. حلمت ذات مرة كأنني أؤذن. ما هذا؟ لقد حلمت نفس الحلم. سنريح ابن سيرين إذن هو يفسر تفسيرا واحدا. كلا، لكل منهما تفسير مختلف لحلمه. أنت أيها الشيخ ستحج إن شاء الله. وما المانع أن يكون تفسير حلمي أيضا أنني سأحج؟ اقترب يا رجل، لأنك سارق وهذا هو تفسير حلمك. كلا، أنا لست سارقا. كيف لا حول ولا قوة إلا بالله؟ هذا سارق، هذا كثير. لم أرد أن أفضحه ففضح نفسه. كيف يكون لنفس الحلم تفسيرين مختلفين؟ هذا الشيخ على وجهه علامات الصلاح، ففسرت حلمه بقول الله تعالى: وأذن في الناس بالحج. أما الرجل الآخر فلا تبدو عليه علامات الصلاح، ففسرت حلمه بقوله تعالى: ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. ما شاء الله. إن الأحلام تشبه أصحابها، فمن كان مؤمنا صالحا حسن الأخلاق كانت أحلامه طيبة وتفسيرها طيبا بإذن الله. أما من كان عاصيا وضالا فسيظهر ذلك في أحلامه. فاتقوا الله أيها الناس وأطيعوه تسعدوا وتطمئنوا في صحوكم ومنامكم. أمي أمي، والدي وصل. كيف حال الفارس الصغير؟ مع حصاني يا والدي. كيف حالك يا أمي؟ الحمد لله يا بني، بارك الله فيك. لا تحرميني من دعائك يا أمي. يا ولدي،
إني أدعو لك ليل نهار وإن كنت حزينة لأجلك. ما الأمر يا أمي؟ ما الذي يحزنك؟ مات بعض أولادك في حياتك يا ولدي، ولا تريدني أن أحزن. لله ما أعطى وله ما أخذ، هي أمانة استأمننا الله عليها ثم استردها. عظم الله أجرك يا محمد وألهمك الصبر يا ولدي. أمي، حللت أهلا يا أبا بكر، هل تود أن أحضر لكم الطعام؟ سأصوم غدا بإذن الله، ولذا سأنتظر حتى يحين موعد السحور وأتناول الطعام. لا، أنا جائع، أريد أن آكل الآن. لا ترفع صوتك هكذا، ألا ترى والدك يكلم والدته خاشعا خافض الصوت؟ لماذا؟ إنه يخشى إن رفع صوته عندها أن يكون عاقا لها. ما أسعدني بولدي محمد، يصوم يوما ويفطر يوما. محمد يفكر في الآخرة كما يفكر في الدنيا، يعلم الناس ويعظهم، ويمضي ليله صائما قائما، وفي نفس الوقت لا يهمل تجارته. يا إلهي، لقد نسيت أن أخبره أن الزيت الذي اتفق على شرائه قد وصل إلى هنا بينما كان هو في المسجد. أستأذنك في الذهاب إليه. يا أبا بكر، لقد وصلت البضاعة التي طلبتها إلى المنزل أثناء غيابك ووضعتها في المخزن. الزيت؟ نعم. اللهم اجعله رزقا حلالا وجنبنا الحرام. لعل الله يعوضنا عن الخسارة التي خسرتها في المرة الأخيرة. المهم أن أسدد ثمن هذه البضاعة. أتدرين كم ثمنها؟ كم؟ 40,000، مبلغ كبير، لو لم أسدد سأسجن. أعانك الله على تجارتك يا أبا بكر. ماذا تفعل؟ ألم أخبرك من قبل أنه يجب أن تجلس عند الأكل؟ هيا بنا، لا ينبغي أن نترك جدتك تأكل بمفردها. لا بد أن أطمئن أولاً على نظافة هذا الزيت. ما هذا؟ لقد أصبح الزيت في هذه الجرة نجساً ولا يمكنني أن أبيعه، ولكن الزيت كله قادم من معصرة واحدة، وربما كان هذا الفأر موجوداً في معصرة الزيت من الأصل. وإذا رددت الزيت إلى البائع فربما عاد وباعه لآخرين، وأتحمل أنا الذنب. وإذا سكبت الزيت كله فلن أبيع شيئاً، وسأتحمل تلك الخسارة وحدي، ولن أستطيع دفع المال وسأسجن. حق الله وعباده أهم من السجن. لم يتمكن ابن سيرين من دفع المال، وشكاه صاحب المال للوالي الذي أمر بإدخاله السجن، ولكنه ظل داخل السجن ذلك الرجل التقي الورع. اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. أليس هذا هو العالم محمد بن سيرين؟ بلى، إنه هو. إذن فقصة الزيت التي سمعتها عنه صحيحة. ماذا تريد من رجل كهذا أن يفعل؟ ها؟ إنه لا يتوقف عن الصلاة والدعاء وذكر الله وتلاوة القرآن طوال الوقت رغم أنه في السجن. ادخل أيها السارق، هذا هو مكانك. كما أتمنى أن أجمع كل لصوص البصرة في هذا السجن. مرحبا بك في منزلك الجديد. لا لا،
المكان هنا أفضل من المنزل، ستأكل وتشرب دون أن تدفع شيئاً. هل صحيح أن ابن سيرين عالم البصرة معنا في هذا السجن؟ الجميع اليوم يسألون عن ابن سيرين. نعم، ها هو ذا يذكر الله هناك. مرحبا يا سيدي، ألا تذكرني؟ عفوا، فأنا أرى الكثير من الناس ولا أذكر كل من رأيت. أنا من قصصت عليك حلمي أنني أؤذن. وهل ستتوب عن السرقة؟ سأتوب، أقسم بالله سأتوب، ولكنني لن أتحمل يوما واحدا في السجن. ماذا تفعل عندك أيها لص؟ ألا تعلم مع من تتحدث؟ قم من جواري، قم. سيدي، أنا أعرف أنه لا مكان لك هنا، ولكن مكانك هناك في مسجد البصرة تعلم الناس وتعظهم، أو على الأقل بين أهلك. ألم تيأس بعد؟ وما المانع يا سيدي؟ لن يشعر أحد بأي شيء. ستذهب إلى أهلك في الليل وتعود مع الصباح إلى السجن، فأنت أكرم من أن تمضي ليلك وراء أسوار السجن ووسط هؤلاء المجرمين. قلت لك إنني لن أعينك على خيانة السلطان، ولا تحدثني في هذا الأمر ثانية. رسول من الوالي. أين العالم ابن سيرين؟ خيرا سيدي، يؤسفني أن أخبرك بوفاة الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه. لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. وقد أوصى قبل وفاته أن تغسله أنت. وماذا أصنع وأنا في السجن؟ لقد استأذنا والي البصرة فأذن لنا أن نخرجك من السجن. ليس الوالي هو من حبسني، إنما حبسني الذي له الحق، صاحب الدين الذي لم أرده. ماذا نفعل إذن؟ لا أستطيع الخروج حتى يأذن لي صاحب الدين، فإن أذن خرجت. الله أكبر. Thank you.